السلام عليكم. مساء الخير على كل الناس في كل مكان على امتداد بث قناة الشروق الفضائية. ظلال أصيلكم اليوم. نتمنى تعجبوا ونتمنى تتابعوا بكل ما عدينا لكم من فقرات لهذه الحلقة. الثقافة وما أدراك ما الثقافة حتكون حاضرة في هذا في هذه الحلقة وفي هذا الحوار بضيوف ابنهم مخصوص في هذه الحلقة بالذات. أتمنى تتابعونا خط الريموت نبدأ مشوارنا مع بعض. الكنترول أول لحن ونعود. ظلال أصيلكم دي بروفا. أستاذنا موصلي في المايسترو حيكون حاضر في قناة الشروق في مقل الأيام وغالبا في رمضان. دي بروفا كانت في مباني وستوديوهات قناة الشروق. حنبدأ مشوارنا مع بعض بعد شوية. وزي ما أسلفت في بداية هذه الحلقة والتعريف بها دور الثقافة والإعلام فيما يخص ما يحصل في البلد من سلام، من دور الثقافة والإعلام بالتحديد على مستوى السلام، على مستوى المصالحة، على مستوى دور الإعلام بجد مفترض نهتم بهم. حنسمع لحن ونعود مع ضيفنا الأول.